السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جولتنا النهارده باقي الجوله الاولى، وهي عند اولاد يوسف نشأت زكي، او اولاد نشأت يوسف زكي. هنشوف الحاجات اللي موجوده عنده، كمان هندخل المحل ونشوف ايه العروض اللي موجوده والاسعار طبعا اللي عندهم. فعلا اسعارهم حلوه جدا، وكمان الخامات اللي موجوده كلها قطن 100%. تابعوا معايا الفيديو النهارده، وما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. اولا هنا كده الاستندات اللي برا، احنا المرة اللي فاتت خدناها صندوق صندوق وعرفنا الحاجات اللي موجودة واسعارها. هسيب لكم لينك الفيديو الاول، وكمان هحط لكم الرابط بتاعه للي عايز يشوف الجولة من اولها. وده المكان من برا، في حاجات طبعا حلوة جدا واسعارهم معقولة. يعني ده البشكري الكبير ده كان عامل 35 جنيه، كان في فوط هنا ب 17 جنيه ونص اللي هي الناس الزحمة عليها. ده الدفايات دي كانت 175، وكانت ليها اشكال كتير ومقاساتها كبيرة، والالوان بتاعتها حلوة جدا والخامة تحفة. 175 جنيه. في حاجات موجودة عنده اسعارها زي ما هي، يعني انا من كذا فيديو قبل كده كنت بصور عنده، الاسعار يعتبر ما غيرهاش نهائي ونفس الاسعار موجودة. ده على 65 جنيه، ده بشكير كبير. البدل عنده بمئة جنيه، اي بدلة موجودة عنده سعرها موحد 100 جنيه، في كل الالوان. يعني في الوان حلوة، في بني، اسود، بيج، في كاروهات، في سادة. الفوطة دي ب 17 جنيه ونص، دي يا جماعة 17 جنيه ونص. في الكبيرة منها اللي هي مقاسها كبير عاملة 35 جنيه، ده بشكير برضو كبير جدا، بس ده 75 جنيه. في منه ألوان كتير وسعره 75 جنيه. المحل طبعا من جوه زحمة جدا، وعنده تشكيلة فوط وحاجات جديدة. الطقم ده كله على بعضه 2 4 6، 6 فوط للأطفال بالرسومات بتاعتها، بالتشكيلة اللي موجودة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هنعرف دلوقتي سعرها طبعا. هي كانت عاملة 220 جنيه، 6 فوط أطفال. ده البشكير ده كبير جدا اللي عايز بشاكير كبيرة، وسعرها زي ما انا قلت لكم 75 جنيه. كان عامل عروض قوية على الكوفرتيات، ودي كانت منها ألوان كتير طبعا، في حاجة منها معروضة هنشوفها دلوقتي مع بعض، وكان سعرها 200 جنيه. الناس بصراحة خدت منها كميات، في منها ألوان كتير جدا. هندخل هنا عشان أقول لكم سعر كل حاجة. دي ب220 جنيه، فوط أطفال زي ما قلت لكم، 6 فوط، الستة ب220 جنيه. طبعا المكان ما شاء الله زحمة جدا، والحلو كمان عندهم ما بتمسكيش حاجة وتسألي على سعرها إلا لما بتلاقي في رد فورا. دي أطقم ملايات، طقم الملايات ده، بس اللي لاحظته ان كان معظمه لونه اسود، مش عارفة ليه، بس ما ظنش ان الملاية لما تكون لونها اسود هتبقى احلى حاجة، يعني مش افضل حاجة يعني. بس على العموم يعني بعرفكم هنا ان دي كلها كده مجموعة أطقم ملايات، كان في بني يعني أديداس، وسعرها كان 200 جنيه. الطقم ده كده على بعضه 200 جنيه. هي ملايات سراير كبيرة. طلعت برا كده عشان أبص لكم على الفوط دي. دي كانت عاملة 5 جنيه، كان معظمها لونها أبيض. الكوفرتيات دي كانت ب190 الواحدة، ومعاها 2 كيس خدادية. إنما لو الطقم على بعضه، يعني لو أنت هتاخدي 2 كوفرتة ب2 كياس خدادية لكل سرير، يعني لو هتجيبي للسريرين الطقم على بعضه، يعني الطقم هقول لكم دلوقتي سعره عامل كده. دي كوفرتيتين 2، يعني كل طقم منهم مع 2 380، ب 380 خلاص. يبقى احنا قلنا كده ب 380.
الفوط اللي انت ماسكها دي بكام؟ بكام الفوط دي اللي انت بتطلع منها دي بكام؟ 150. بشكير ده على فكرة تقيل وخامته حلوة قوي، وكان سعره 150 جنيه. اللي هي الفوط اللي لونها ابيض دي كانت 65 جنيه، هي يعتبر نفس الخامة وتقيلة بس صغير شوية، كان 65 جنيه. هجيلكم عند الكوفرتيات دي، في ناس بتحب الكوفرتيات دي، هي دي طبعا موديلات قديمة، في حاجات بتبقى أحدث وأجدد. عاملة 145 جنيه الكوفرتة دي، 145 جنيه. هي كبيرة، وفي منها كان اللون البني أو اللون النبيتي اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، واللون الزهري أو الأزرق. دي ملاية برضو أو كوفرتة، لا دي كوفرتة معاها 2 كيس خدادية. طبعا هقول لكم دلوقتي سعرها عامل كام، وكمان في ملاية بقول له على سعرها، بصراحة كان في قمة الصراحة، قال لا دي ملاية واحدة وفيها قطع في النص، فهم بصراحة عندهم قمة الأمانة، يعني بيقول لك الحاجة بصراحة. دي 180 جنيه الكوفرتة دي، كان معاها 2 كيس خدادية. دي برضو البشاكير الكبيرة، هم طبعا الناس بتحط على بعضه بقى وبتقلف، كانت من اللي هي أمه 75 جنيه. بصوا دي الملاية اللي أنا بقول لكم عليها بسعرها 65 جنيه، فرداني يعني هي لوحدها كده، وهو بصراحة قال لي إن هي بتبقى ليها فاصل في النص فمتخيطة من النص يعني. فبصراحة يعني ديت أنا شكرته عليها ان هو قال الصراحة، وقال ان هي فيها عيب كذا. دي الكوفرتيات اللي احنا شفناها برا وسعرها كانت 175 جنيه، في منها الوان كتير وفي منها اشكال كتير. البشكير ده الكبير كان كان ب65 جنيه، برضو خامته طبعا قطن وخامته حلوة، ومن نشأة يوسف زكي ده طبعا من أكبر الأماكن اللي بتبيع تجارة بواقي التصدير في وسط المساكن على طول. بصوا دي يا جماعة البشكير المفرش ده 30 جنيه كبير على فكرة وتحفة، ينفع لترابيزة، ينفع ليه استعمالات كتير، بس معظمهم كان اللون الأبيض بس. نيجي دي عند الفوط دي أو المفارش الصغيرة دي، هي ليها استعمالات كتير، ممكن تبقى كظهر للأنتري، للصالون، للركنة، ب12 جنيه ونص، يعني أي واحد هنا ب12 جنيه ونص، تاخدي 2 ب25 جنيه. بصراحة حلو المنتجات بتاعت نشأة يوسف زكي كلها بلا استثناء، جميع المنتجات قطن 100%. طبعا عنده الفوط، عنده الملايات، عنده كوفرتيات، في البرانس، كان في برضو عنده برانس قبل كده شفتها، المرة دي ما شفتش برانس. البيضات زي ما انتوا شايفين، بيضات الأنتري، بيضات الركنة، فدايما الشعار بتاعه أعلى جودة في مصر أقل سعر. المكان بتاع نشأة يوسف زكي ده يا جماعة وسط مساكن المطرية الجديدة، بجوار مول العمدة، خلف مستشفى المطرية. الناس كتير بتسألني على العنوان، بقول لكم اهو ان هو مساكن المطرية الجديدة، بجوار مول العمدة، خلف مستشفى المطرية على طول القاهرة. لو انت هتيجي مترو، هتنزلي المترو عند محطة الحلمية، هتجيبي توك توك وتقولي له نزلني عند مول العمدة او عند نشأة يوسف زكي. دي الكوفرتيات اللي انا بقول لكم عليها، كانت 3 قطع، وكان منزل منها كميات كبيره جدا بصراحه، الناس خدت منها كميات، يعني الواحده على 200 جنيه و3 قطع. البشكير ده برضو او الفوطه دي كبيره، عامله 75 جنيه، الوانها زي ما انتم شايفين، كان في منها اللون الاخضر ده واللون الازرق كمان، 75 جنيه. الرقم انا هسيبه لكم للي عايز يتواصل معاهم، على فكرة هم بيردوا دايما على كل الناس، يعني لو انتوا عايزين تتواصلوا معاهم وتعرفوا مثلا الحاجات اللي موجودة وعايزين تتواصلوا معاهم، هسيب لكم الرقم في الفيديو ان شاء الله. عامة هو 012-12-67-99-5، انا هثبت لكم الرقم على الفيديو ان شاء الله. دي كده الاكياس بتاع الخداديات اللي احنا شفناها، يعني دي مش اكياس لوحدها، لا كان في اكياس بتبقى بره المحل، وكانت عامله كان في ب6 جنيه، وكان في المقاسات الكبيره ب12 جنيه. بصوا ده اللي هي الكوفرتيات ب200 جنيه، كانت 3 قطع. الكوفرته حلوه جدا، خامتها تقيله تحفه، من اللي هي البارزه، ومعاها كيسين خدادية.
المكان ما شاء الله يا جماعة فعلا زحمة جدا، من الأماكن اللي معروفة في سوق الخميس. لو عايزة تروحي في يوم رواقة أو الدنيا بتكون رايقة شوية غير يوم الخميس، هم شغالين وفاتحين كل يوم، كل يوم موجودين. الفوط دي شفناها ب17 جنيه، ونص سعرها حلوة جدا، كان بينزل كميات كبيرة والناس بتاخدها. كل يوم شغالين ما عدا يوم الحد، يوم الحد بس اليوم الوحيد اللي هما بيبقوا قافلين فيه. الفوط الصغيره دي كانت 5 جنيه سعرها. بصوا ما شاء الله الناس عنده زحمه جدا، يعني حاجته معروفه ومضمونه، وحاجته فعلا قطن والخامات بتاعته تحفه. ده ب35 جنيه، زي بيضات كده بالنسبه بنحطها كالحفاظ مثلا على فكره، وتنفع كمليه للسراير الصغيره. الفوط كلها اللي عنده خامتها بجد بأمانة حلوة جدا، الخامات تحفة، وأسعارها زي ما انتوا شايفين أسعارها إلى حد ما برضو معقولة. وديت كان سعرها 35 جنيه، اللي هي الفوطة الكبيرة. كده احنا شفنا الحاجات اللي موجودة. طبعا دي الكفرتيات اللي انا وريت لكم منها حاجة بسيطة جوه، وهي 175 جنيه سعرها. الفوط دي كانت 6 جنيه. فعنده كل الاسعار، في اكياس خداديات بتبقى لوحدها عاملة 12 جنيه، والكبيرة خالص كانت ب16 جنيه ونص، ودي كانت ب45. يعني عنده كل حاجة تتخيلوها من المفروشات والبيضات والبرانس والملايات موجودة عند نشأة يوسف زكي. اتمنى تكون الجولة النهاردة عجبتكم. طبعا اللي واقف فوق اي حاجة بتسأليه عليها بيجاوبك على طول وبيرد عليكي. كده خلصنا الجولة النهاردة لسوق الخميس عند نشأة يوسف زكي. وان شاء الله استنوا مني جولة سوق الخميس كاملة بإذن الله، واتمنى تكون الجولة عجبتكم وتكونوا عرفتوا الاسعار والمعلومات كلها اللي عايزين تعرفوها. اكتبولي في الكومنتات، ان شاء الله برد على كل اسئلتكم وتعليقاتكم. اتمنى ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة وفي حفظ الله، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله.